مجرد الغريب عياله في قلب الدفاع يستلم كره اماميه تبري. عدد النقاط طبعا 53، والمدرب ايضا اسباني لنادي اليرموك واللاعب لنادي اليرموك، فهذه طبعا يعني امر اللي هو سيف الحشان مقطوعه توصل هاشم حلو بالنسبه لي كمتابعه، ولحد الان ما اقدر احكم عليه لان هذا الفاول بعد ما اللاعب نواف المطيري احمد الظفيري اصطدام بين اللاعبين مشى الكره لانه بالخطا بدر السليمي مسلمها الى سعود المجمد الى عمر السومه ياخذها بصدره اياله اللاعب الاسباني الى محمد العوبه الى اياله اللاعب الاسباني توصل منذر الانصاري تمريره حلوه لكن تغطيه من اللاعب اياله تمويها من منذر وسلام سلام بكل ثقه بكل ثقه يمشي عبد الله الفرج منذر الانصاري كنطيري نواف يلعب له كره وهذه كره ملعوبه لكن على صدره ماخذها اياله يعني اليرموك لحد انما اتوقع انه يؤدي دور افضل اتوقع انه يؤدي دور افضل ضم اي هجمه ويبدا ايضا محمد ابو داوود اللي هو مدرب حراس الكل نظره تماما عن طريق عياله حارس المرمى شهاب كنكوني لعياله مره ثانيه بهدوء بتبريرات بسيطه في المباريات الاخيره للفحيحيل كرات عرضيه وكرات بينيه ناحية دفاعيه ايضا عنده جيده رميه التباس تنفذ حارس مرمى جيد وهو حارس السابق ايضا لليرموك يواجه لا شك فريقه السابق في هذه المواجهه. الله اكبر. شوط المباراة الاول. في كم يد راعي شفت جوايدو. في رجل. علي محمد. الحين باص. خلوه صراحة عطية مريح والله مر علي بس صراحة عطية ضعيف نظامي خلاص والله عطاه صيد نادي العربي وبالتالي لن يستطيع ان يحصل على المركز الرابع في هذا الموسم العربي يعني عبد الغفور سليمان عبد الغفور يقدم مستويات طيبة تلعب رمية توماس حاول فيها ايضا محمود دشتي في 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 معظم مباريات العربي وكره لعبت عاليه ولكن كره في نص وعبد الله الشمالي هو من تلقى هو الاخر الى محمود دشتي بن حرب على طول عملها كره عرضيه وكانت خطره لكن تمركز يتقدم لعبها قصيره مقطوعه عادت لليرموك الان اوه وكره بتصل الى محمود دشتي بيلعبها دشتي في الامام دشتي الى فهد الرشيدي اليوم فاقد التركيز حقيقه
توصل العربي خطره وفرصه بياخذها المهم شيء يرموك ونمر عند الدقيقه 7 من زمن الشوط. اذا معناها في تم مدرب طبعا مدرب اسباني واعتقد انه هو قادر انه يوجه هايل هايل لاحمد هايل ولكن مهدي حتى الان دقائق الحقيقه مرات ملعوبه. مهند للخلف أيالة المحترف الأسباني والكرة معاه كانت بصوت أيضا المعلق الكبير وشيخ المعلقين الزميل خالد الحربة كاظمة والتضامن كرة ملعوبة هجمة لصالح الساحل ومقطوعة بشكل جيد من مهند الأنصاري لليرموك جيت عبدالله مستوى أفضل ثم التقدم إلى مركز أفضل لكن طموح المنافس حصلها دفاع اليرموك أيالة طويلة أيالة عرضية جهة مهند رجعها مرة ثانية شوف الكرة هذه رابع نغلة في بالدفاع ما انتقلت هذه خامس نغلة أيضا في الدفاع إنما الهجوم خير وسيلة للدفاع ناحية اللاعب عبد الله الفرج ترجع مرة ثانية إلى أيالة الأسباني والنجيري مهاجم الساحل إلى جانب محمد الحاسم أمامية طويلة البحث إلى أحمد هاني اليرموكي بدأ يهدد أكثر الحقيقة مرمى صالح مهدي حارس مرمى الساحل يرموك بطيء جدا الكرة تنتقل مع الدفاع 4-5 مرات اللاعب عذب الشهاب تنقطع حصلها أيالة مدافع اليرموك إلى زميلة الحقيقة تحتاج إلى متابعة جيدة تركيز جيد من الهجوم كتين وهناك إذا كان وقت بدل ضايع تقدير عند حكم المباراة عبد الله إلى أيالة لحارس مرمى شابك رأى الحقيقة محمد العازمي إنه الفرصة مو متاحة أمام فرق الوسط الحقيقة منهم اليرموك والساحل الفحيحيل الكويت الرصيد متساوي 43 نقطة للإيفوس يعدي شوف مهاراته جيدة لكن التكملة الأمامية ملعوبة للظفيري ووليد العزمي لكن تنقطع من أيالة مدافع ومقطوعة مرة ثانية الظفيري خامة طيبة الحقيقة الظفيري كان التعادل السلبي 0-0 حتى بدون أهداف ومتابعة أيالة مع إيفوسا أيالة يقطعها ما في متابع من الساحل تروح سهلة هل يا ترى نشاهد في الدقيقتين اللي احتسبهم عبد الله الجماهير بإذن الله تعالى ملعوبة وهذه كرة على طول لكن مقطوعة إذا بدأ أيضا اليرموك اللي أيضا حقق الكأس الأميرية القالية في مرتين وهذه المحاولة لكن كرة مقطوعة وتبقى في دفاع اليرموك الدفاع غير اللعب شيء جميل محمد الغريب على طول من رامون برازيليين معناها في تفاهم حتى باللغة وبالكلام primero cubrir el presupuesto de toda la temporada con la taquilla Y segundo, espero el Atlético Ciudad ha marcado dos goles de ascenso en el centro. Ha despejado Ayala. Para Bayón. Conco, el lateral, porque está teniendo problemas por el centro. Y bueno, yo creo que va a cambiar o Ayala. Yo creo que va a cambiar Ayala, perdón. Balón arriba. El Atlético de Madrid ya gana 5-0 también. La pelota la está peleando en el centro del campo. La gana... El Atlético Ciudad, Capel conduce, se va de Danilson, sigue Capel, se tira al suelo el lateral Ayala y se hace con la pelota. Él con el Ayala, va a llegar Capel antes que Ayala, la tiene Capel, quiebra Capel, al suelo Ayala y balón a córner. Balón a córner, uy, uy, qué bien ha cortado redondo y la pelota para Capel, la recoge, se va de su par, sigue con la bola. Vaya como han entrado los dos. Muy largo, no llega Negredo.
Balón a la izquierda para que corra. Era Escudé, pero se cruzó perfectamente Ayala. Sergio Sánchez lo ha dicho, que Jiménez dice que lo tira Negredo. No, pero Negredo ha dicho que da lo mismo. Que... تمريره لتياغو، سهله تروح منه تياغو، ومحمد ابراهيم بيحاول. المهاجم ما تجد يعني له دور اكثر فعاليه. اكيد التماس في دفاع نادي اليرموك. buscando a Cone, Bosque, pero todavía parece que no esté preparado. No saben que Navas, Sarmiento, Fran. Buena recuperación ahora de Jesús Navas, balón largo, intentaba buscar el desmarque. Va a lanzar, no se quería ir Luis Fabiano de Ayala. Bien Ayala ahora, bien Ayala en el... Se da la vuelta, se apoya en Duscher, el centro de Duscher. Bayón para Bolaños. Atrás con Bayón. El centro al punto de penalti. No llega nadie. Vamos a ver. Balón rechazado. Romarich atrás. El disparo. Pues paró con problemas. El jugador local. Ahí está Romarich despejando fatal adentro del área. Y el disparo tremendo. Mónica, el partido está incierto. Zacareño, Mandelnau, Fanática y Torres. Cabo el córner. Atención, remate. Gol. Gol del Delfe. Marca Ayala, 1-2 al 14. Y es un ejemplo, ¿ves? Una pilota parada, un córner. El balón que le ha caído. Luis Fabiano, paró Muñoz. Alan, التضامن. تياغو بيحاول ملعوبة داخل منطقة 18 تنشال. يرموك يبعدها على طول. تاليس يوسف نجف. شوف وين أخذ مكان يوسف. طوعة شويع ويلعب بينية شويع وهذه خطيرة، لكن تغطية سليمة جدا. أيالة الأسباني يسلم إلى تاليس البرازيلي. أيالة يتقدم يترك مكان قدم بهدف. تضامن لاش. هذه كرة ملعوبة عبيد. خطأ. شوف اليد. وأيضا عبد الله أكبر بيعلن عن الخط. حاول حقبة سريعة لكن ما مشت معاه. تياغو بينزل كرة. وبرافو. شو اديله على فنلت ما خليت نظار عند الكور يا اخي.